حاب نتكلم عن قصة سمارت كنترول. قصة سمارت كنترول بدأت من حوالي 8 سنوات. أخذت الأولاد وطلعنا رحلة لجدة، ويوم ما رجعنا حصلنا البيت مسروق كامل، كل شيء أخذوه من البيت. ففكرت ليش ما يصير البيت ذكي يتعامل مع صاحب البيت حتى لو أنه بعيد عنه. فذهبت إلى أحد الشركات لتتعامل مع تحول البيت إلى بيت ذكي. فالشركة قالت لازم أوصل كابلات تحكم في كل نقطة، إنذار كابل تحكم، أشغل مكيف كابل تحكم، إنارة كابل تحكم. فمجموعة كبيرة من كابلات التحكم أدت إلى ارتفاع سعر النظام، يعني النظام صار سعره أكثر من قيمة البيت. فكرنا إن إحنا يعني ليش ما نستغل الخبرة الهندسية اللي تعلمناها في الجامعة والخبرة العملية. قلت ليش ما أرسل البيانات عن طريق نفس الكابلات الكهربائية اللي في المنشأة، بحيث أستغنى عن كابلات التحكم الكثيرة اللي ترفع من سعر قيمة المنتج. وفعلاً بعد أكثر من محاولة صممنا دائرة إلكترونية وصلناها بالجهاز الحاسب الآلي، والحاسب الآلي يرسل الداتا عن طريق كابلات الكهرباء حقة المنشأة، ووزعنا في المنشأة مجموعة من المستقبلات والمرسل. صار الكمبيوتر يتعامل ما بين الأجهزة الموجودة في أي مكان أبغى أتحكم فيه أو أركب عليه حساس، سواء غاز أو حرارة أو مثلاً حريق أو دخان. فالكمبيوتر يتعامل معهم بالتواصل عن طريق نفس كابلات المنشأة، الكابلات الكهربائية الموجودة في المنشأة. هذا أدى طبعاً إلى صار عندنا نظام اقتصادي، نظام سهل التركيب، المناورة فيه سهلة، ويمكن أنك تتحكم في أي شيء تبغاه. كمبيوتر توصل على نفس الشبكة الكهربائية، وفي أي مكان تتحكم توصل وحدات التحكم. الحمد لله حولت بيتي إلى بيت ذكي، بحيث أي واحد يقتحم البيت أو يحصل فيه حريق أو دخان أو أي شيء يجيني إنذار عن طريق الجوال أو يجيني إيميل، أو أنا أقدر أدخل على بيتي عن طريق الإنترنت وأشوف إيش اللي حاصل في البيت، وأقدر أشغل أجهزة كهربائية، مكيف، إنارة، أي حاجة. وحاولنا عملنا محاولات كثيرة مع أكثر من بيت، بيوت زملائي أصحابي، ركبنا لهم هذا النظام الذكي. حتى لو بيت قديم ما في داعي أنك أنت تركب أسلاك كنترول، تستخدم نفس كابلات الكهرباء حقت المنشأة. وبعد فترة ما استقر الوضع قلنا ليش ما نطور الموضوع ونستخدم في الترشيد الاستهلاك الكهربائي للتكييف المركزي. فبادر مدينة الملك عبد العزيز الأبحاث ساعدونا، ورحنا إلى أحد البنوك وركبنا النظام بحيث أنه هو يحد من الهدر الكهربائي اللي حاصل في التكييف المركزي. وفعلاً النظام تبعنا نجح أنه هو يوفر حوالي 35% من قيمة الهدر اللي حاصل في التكييف المركزي. معظم الشركات العالمية اللي تنتج نفس المنتج اللي عن طريق كابلات التحكم وصلوا إلى 5 إلى 10%، إحنا وصلنا إلى 35%. فاتورة البنك كانت حوالي 300,000 ريال، انخفضت إلى 200,000 ريال سنويا. طبعاً هذا إنجاز، استطعنا أن احنا نقلل من الهدر اللي حاصل في استعمال التكييف المركزي. فهذه المجهود اللي صار على سمارت كنترول. معنا مجموعة كبيرة من المهندسين السعوديين هم اللي أنتجوا هذا المنتج، وتعاوننا جميعاً على هذا العمل. هذا سعود.